السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. النهاردة هنكلم حضراتكم عن مشكلة بيعاني منها أغلب مربي الدواجن، وهي مشكلة السردة أو تفاوت الأحجام. في الفيديو ده هنكلم حضراتكم عن المشكلة دي وإزاي نحلها، تابع معنا الفيديو للنهاية. طبعا مشكلة السردة أو تفاوت الأحجام في عمر البيع أسبابها كتير، في أسباب منيها متعلقة بالأم والتجانس، وأسباب متعلقة بالبيض المنتج منها ووزنه، وأسباب متعلقة بالتفريخ والتعامل مع كتكوت المنتج، وأسباب متعلقة بنقل الكتكوت والفترة بين الفقس والتسكين في المزرعة. لكن طبعا كل الكلام ده المربي ملوش يد فيه. طيب ايه هي الأسباب المتعلقة بالمربي؟ طبعا أول ما تاجي عربية الكتاكيت لازم ننزلها بسرعة، لأن احنا طبعا مش عارفين هي فاكسة من كام ساعة. لكن طبعا استلام كتكوت فاجس أتوه ده بيزيد في الوزن في آخر الدورة بمقدار 26% عن كتكوت استلمناه بعد 24 ساعة، وده كمان زاد بنسبة 46% عن كتكوت استقبلناه بعد 48 ساعة من الفقس. لازم طبعا تكون المية جاهزة قبل وصول الكتكوت بفترة كافية عشان تاخد درجة حرارة الحضانة، وبالتالي الكتكوت يشرب منها ونتلافى مشكلة السردة. وبالنسبة للعلف لازم يتعلف عند وصول الكتاكيت، لأن مش عايزينه ياخد حرارة العنبر، لأنه في فيتامينات بتتكسر بالحرارة. المفروض ان احنا نشغل الدفايات قبل وصول الكتاكيت بفترة كافية علشان العنبر والجدران تاخد الحرارة بتاعتها، والكلام ده طبعا مهم جدا علشان نتجنب السردة. طيب كثافة التسكين مهمة جدا في موضوع السردة في العمر الاول، يعني في الصيف لازم نحط 30 كتكوت في المتر، والشتاء 40 كتكوت، يعني هنحضن في ربع المساحة الكلية في الشتاء، وفي الصيف هنحضن في تلت المساحة، ونوسع الحضانة كل ما الكتكوت يكبر، بشرط ان الكلام ده يتم قبل الزحمة. مساحة التعليف هامة لتقليل السردة، يعني عايزين قدر المستطاع ما نقللش اطباق العلف عن 20 للـ1000، والسجايات على 12 للـ1000. شكل العلف سواء كان محبب او متركب مهم جدا في موضوع السردة، يعني لازم التجانس في حجم وشكل العلف. ما ينفعش نقدم للكتكوت في التحضين علف خشن عشان يقدر ياكله ونتجنب موضوع السردة. كمان لازم لما نعلف كميات قليلة بحيث تخلص أول بأول، وما نحطش علف جديد إلا لما العلف في طبق التحضين يخلص تماما عشان يأكل العلف المفتت اللي هو في الغالب بيكون عبارة عن بروتين وفيتامينات. طيب بالنسبة لتوزيع الأطباق في الحضانة ده مهم جدا عشان نحد من السردة، لازم يكون التوزيع منتظم ومتجانس في كل أنحاء العنبر. يعني من الآخر توزيع الحرارة والعلافات الجيد في الحضانة ده بيجنبنا بنسبة 75% من السردة. الفرشة كذلك ليها دور في السردة، يعني ما تقلش عن 7 سنتي في السمك وتكون غير رطبة، كذلك تكون مستوية ما فيهاش أي منحنيات ولا مرتفعات. كذلك لازم نلاحظ أن معظم الأوزان الصغيرة بتكون جنب الجدار وفي الأركان. طيب دي هنتعامل معاها إزاي؟ هنزود أطباق العلف بجوار الجدران وفي الأركان، لأن الطير الصغير بيبقى كسول أنه يروح للعلف، فإحنا دايما هنقرب منه العلف، لكن طبعا هو بيروح للمية من غير أي مشاكل. المفروض ان احنا نحرك الكتاكيت دي من جنب الجدار، كذلك هنوزع الدفايات بحيث حرارتها توصل لناحية الجدران والاركان بحيث تكون نفس درجة حرارة العنبر. طيب الاركان هنحط فيها كرتون مقوس بحيث نمنع الاحجام الصغيرة انها تروح ناحية الاركان وتنام فيه. ده كان موضوعنا النهاردة عن مشاكل السردة وازاي نتجنب وجودها في العنبر. نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.